استضافت غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين عبر موقع يوتيوب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط من أجل النقاش حول آخر تطورات القطاع النفطي في مملكة البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والآثار الاقتصادية الناجمة عنها. وفي بداية اللقاء أشاد معاليه بالدور الذي تقوم به الغرفة في رعاية وتنظيم عدد من الفعاليات التي تعزز من فرص الأعمال والاستثمار بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المشاريع. وقال معالي وزير النفط في مشاركته إن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه مشكلة كبيرة في ظل الجائحة العالمية كورونا التي تمكنت من شل الحركة الاقتصادية العالمية، ما أثر بدوره على جميع أنشطة وفعاليات الشركات العالمية، مؤكدا معاليه على الالتزام بالمرونة والحكمة والتخطيط الجيد في هذا الوقت الذي يضمن مستقبلا أفضل وواعد لأسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور المسؤولية المشتركة بين جميع منتجي النفط للخروج بنتائج وقرارات تساعد هذه الصناعة الحيوية والمهمة في البقاء والاستمرار والازدهار. وعلى هذا الأساس اتخذت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك قرارات بهذا الشأن في اجتماعها الأخير في شهر مارس، وذلك بتخفيض إنتاج النفط لفترة مبدئية لشهرين على أمل أن تنحسر هذه الجائحة العالمية عن قريب ويزدهر الاقتصاد من جديد. وأكد معالي الوزير حرص مملكة البحرين لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصصة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين.